أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ. معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. بداية أنا ما عملتش معاد للحلقة ولا اديتكم أي إشعار بأنني طالع، لكن أنا نتيجة للظروف اللي بتمر بيها مصر حاليا لازم أطلع ولازم أتكلم. الحقيقة في آخر 72 ساعة، آخر 3 أيام، حصلت أحداث في مصر، أحداث عنيفة وأحداث محزنة، أحداث تحزن كل مصري سواء كان عايش في مصر أو عايش برا مصر، لأن الأحداث دي بتخص أهلنا وبتخص حبايبنا وبتخص أصدقائنا وبتخص كل مصري من كل الفئات، من الفئات البسيطة أو الفئات الكبيرة والعالية. الحقيقة أنا يمكن أنا متعمد إن أنا النهاردة طالع لابس أسود. أنا حزين على الأوضاع في مصر، حزين تماما لما وصلنا له. يعني أنا الواحد مهما كان بينتقد للإصلاح أو بيحاول ينتقد عشان مصر تتصلح، لكن لما بنلاقي إن احنا وصلت إن احنا سمعتنا تبقى على كل لسان في كل دول العالم، ووصلت إن احنا توصل النظرة للمصري تبقى نظرة دونية نتيجة لما يجري على أرض مصر من فشل، نعم فشل وأكثر من فشل. يعني احنا في الألفية الثالثة مفروض يكون عندنا كل التقنيات وكل كل شيء، بحس حتى شكلنا العام يبقى كويس. الحقيقة حصل موضوع قناة السويس وحصل موضوع سوهاج، ودول موضوعين سيئين جدا جدا، لكن انا بعتبر موضوع سوهاج اخطر. هقول لكم ليه. النهارده مش هتكلم بس عن الموضوع ده، لا انا هتكلم كمان عن اكتر من حاجه. هتكلم على الموضوع القبض على قاتل الشهيد اندرو جرجس، هتكلم عن موضوع الشهيد عماد نتعي، هتكلم عن موضوع المعارضه في تركيا والمعارضه في قطر وفي اسبانيا والكلام من هذا القبيل والفرق بينهم. هتكلم في موضوع مهم يهمني جدا برضو اليومين دول عن الكورونا وكيفيه تجنبها قبل ما تحصل. هتكلم عن الصيادله المسيحيين، هتكلم عن الموجه اللي طالعه حاليا بتقول ان الاسقف مفروض يكون مش متجوز خصوصا اتباعا لايه معينه، وهشرح ده. هتكلم عن موضوع عرض القوانين قبل ما يتم الموافقه عليها على الازهر، وهتكلم عن اللي بيقولوا على ان المسيح جاء قتالا وقال في ايه من اياته ما جئت لألقي سلاما على الارض بل سيفا. هتكلم عن الشائع اللي ماشيه برضو حاليا ان حفيده البابا اسلمت، الايمان دخل قلبها واسلمت. وهتكلم كمان عن جامع ابن طولون. مبدئيا انا قلت ان لما اجي اتناول موضوع القطار بتاع سوهاج وموضوع تعطيل قناة السويس، انا بحب ابتدي بموضوع سوهاج. انا كانسان نعم موضوع قناة السويس بيخسر 400 مليون دولار في الساعة زي ما بيقولوا، او 8 مليار دولار في اليوم، دي قصص يعني تمام. بس انا يهمني الإنسان، يهمني أنا أن 50 واحد يموتوا في حادث سوهاج ومئة مصاب بإصابات عديدة خطرة. ده عندي أخطر من أن احنا نخسر مبلغ مالي، لأن البشر هو اللي بيجيب الفلوس، لكن الفلوس ما بتجيبش بشر. فالخسارة في الناحية البشرية ده شيء شنيع وشيء غير مقبول إطلاقا. لما نشوف موضوع قطرين سوهاج هيطلع سين من الناس يقول لي يعني هو ما فيش احداث قطرات بتحصل في العالم كله؟
مفيش احداث قطارات ممكن تحصل في اوروبا وممكن تحصل في امريكا وممكن تحصل في العالم المتحضر؟ اقول له ايوه في احداث حوادث قطارات بتحصل، وفي قطارات بتخبط في بعض في اوروبا فعلا، وفي في امريكا، لكن احنا هنا ما بنتكلمش على ان القدر حد ممكن يقدر يمنعه. يعني لما تحصل احداث زي دي في اوروبا او في امريكا بنسميها حادث قدري خارج عن الاراده، لان الدول دي عملت كل ما بدلها من اساليب الصيانه واساليب الفحص واساليب تقنيه المراقبه، ومع ذلك الحادث حصل. فبنعتبر انه حادث يعني خارج عن الاراده. لكن لما اكون انا، وكمثالا مصر، انا متعمد اني مفيش صيانه عندي ومتعمد اني ما اصلحش، لا، هنا تبقى المصيبه كبيره. بمعنى ايه؟ بمعنى لو في طبيب بيعالج حاله واتبع كل الاساليب السليمه للعلاج ومع ذلك المريض توفى، هنا الوفاه بتاعت المريض وفاه قدريه، لان الطبيب استوفى كل معايير العلاج ولكن قضاء الله نفذ وقضاء الله اراد. لكن لما اجيب انا اسف طبيب اساسا ما بيفهمش، مش عايز اقول كلمة بديلة لكلمة ما بيفهمش، وأكلفه بعلاجة مريض فهو مش دارس ومش مذاكر فبيخبط وبيدي علاج خطأ، وهنا المريض توفى، لا، هنا المريض توفى بناء على خطأ في العلاج، خطأ في البروتوكولات اللي اتخذها لعلاج الحالة. يبقى لما نيجي نقول ان الاحداث دي بتحصل في كل العالم وفي العالم المتحضر، بس هم اتخذوا كل الاساليب التقنية وكل اساليب الفحص، كل اساليب الصيانه، وكل اساليب المراقبه، ولكن قدريا حصلت حاجه خارجه عن الاراده تسببت في هذا الحادث. ولكن هنا لما يطلع لي رئيس النظام ويقول انا السكه الحديد عندي عشان تتطور وتبقى اصلح محتاجه 10 مليارات دولارات، انا ال 10 مليار دول لو حطيتهم في البنك هيجيبوا لي كل شهر مليار، ده كلام قمة في السذاجة وقمة في الفشل، قمة في السذاجة وقمة في الفشل. أنا باخد فلوس عشان أحطها في البنك تجيب لي إيراد؟ هل تعلموا أصدقائي أن في أوروبا وفي الدول المتحضرة أنك أنت لما تحط فلوس في البنك ما بتاخدش عليها فوائد، بل بالعكس، أنت بتحط فلوس في البنك وبتعمل حساب جاري جيرو كونتو، الحساب ده بياخد منك فلوس كل شهر، يعني فلوسك ما بتاخدش فوائد، بل بالعكس بيسحبوا منك. كمان لو انت حطيت مبلغ مالي بغرض انك هتسيبه 10 20 سنة، الفايدة 1.2 1.5%، مش اكتر من كده. طب ليه بتعمل الدول دي كده؟ بتقولك الفلوس اتخلقت عشان تتصرف وعشان تعمل لها انفستيرن او انفستاسيون، يعني تستثمرها، فاحنا بنشجع الناس انها تطلع فلوسها وتستثمرها. فهل انت استثمرت في البنية التحتية؟ هل انت استثمرت في صيانة الحجر لأجل صيانة البشر؟ انت لما بتصون القطارات بتصون حياة البشر اللي في القطارات دول. المحزن ليا جدا جدا ان يقولك القطرين اتصدموا في بعض، قطر مفتخر خبط في قطر مميز من ورا. واللي ما يعرفش كلمة مميز دي، يعني ممكن الشخص يعتقد ان كلمة مميز دي معناها ان يعني سوبر، لا، القطر المميز ده اللي هو ما فيهوش تكييف، اللي شبابيكه يعني يدوب شغالة او مش شغالة، التذكرة بتاعته رخيصة، اللي بيركبوه الناس الغلابة، لكن هم بيسموه القطر المميز. هو مش مميز، ده يعني متميز انه غير ادمي. يعني انت لو شفت القطارات اللي هي شبابيكها مفتحة صيف وشتاء، اللي هي دورات المياه فيها سيئة جدا جدا جدا، اللي فيها الناس بتقعد على الكراسي وبتقعد مكان الشنط وبتنام في الأرض، القطارات العادية دي فعلا قطارات لا تصلح لأن إنسان آدمي يستخدمها. لكن احنا هنقول بيسموه مميز، بيقنعوك انه مميز، هو للأسف مميز ضد الاستخدام البشري، المفروض يعملوه والله لا يليق بالحيوانات انها تركب قطارات زي كده. لكن نرجع لمرجعنا،
طبعا انا على قناتي هنا لسه من كام ساعه نزلت لكم فيديو لواحد بيشرح الاحداث اللي حاصله جوه القطر. انا ماليش دعوه كينونه هذا الشخص ايه ولا هو رايه، لكن انا بشوف قطر وبشوف ناس ميته وناس متصابه. في فيديو تاني انا نزلت لكم الفيديو ده عندي على قناه يوتيوب، ممكن تشوفوه، وصف كامل للاصابات، الاصابات الناس. طيب في فيديو تاني نزل على الفيس ونزل على الميديا وبيوريك الحادثة تمت ازاي، ان القطر المفتخر اللي هو المكيف جه خبط قطر الناس الغلابة من ورا، تسبب ان طير القطر كله اللي هو بتاع الغلابة ده وقعه على الارض، وهو القطر نفسه العربية بتاعته الجرار بتاعه من قدام اتقلب. طبعا كارثة، الناس اللي اتكسرت والناس اللي ماتت والناس اللي اتبترت أعضائها، شيء محزن جدا جدا جدا. الله يرحم جميع الناس اللي ماتت، الله يرحمهم جميعا. بس بأمانة ربنا، بأمانة ربنا، أنا النهاردة لما شفت الحادث عيطت، لأن دي ناس، دي أرواح، ويعيني الناس اللي ماتت ناس غلابة، يعني ناس غلابة، يعني ناس طلعت عين أهاليها في الدنيا وحتى في آخرتها تعبت، ناس مش قادرة تركب قطر مكيف، فركبت قطر على القد، تذكرته بكام جنيه مثلا، فعاشوا تعبانين في الدنيا، وحتى لما ماتوا ماتوا بطريقة بشعة، لدرجة إن واحد بيقول أنا كان جنبي واحد لقيت بس دراعه وما لقيتش جثته. شيء مش ممكن، شيء الإنسان ما يستحملوش. وما تقوليش بقى الضحايا مسلمين ولا 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 مسيحيين ولا شيوعيين، يعني اتقوا الله، اتقوا الله وخليكوا بني آدمين، خليكوا بني آدمين، أرواح ناس، أرواح ناس، أيا كانت هذه الأرواح، الإنسان ربنا كرمه وخلقه مكرم، لكن للأسف اتهان هذا الإنسان بإهمالنا، اتهان هذا الإنسان لاهتمامنا بالحجر وإهمالنا للبشر. ده اللي احنا بنشوفه. طب احنا بنلت ليه؟ يعني احنا بنتكلم ليه؟ يعني احنا عايزين ايه؟ احنا بندعي مثلا الدنيا تخرب في مصر يعني؟ لا والله، لا والله، والله عايزين البلد تبقى أحسن، بس عيب الخزي ده، عيب هذا الكم من الخزي، عيب هذا الكم من الفشل، عيب، عيب. أيام ما حصلت حادثة انفجار كانت مدبرة بقنبلة ما نعرفش مين اللي حطها، أيام الإخوان نقول لوزير المواصلات ارحل ارحل، ودلوقتي ارحل ورحل. طب إيه الإجراء اللي هيتم دلوقتي؟ وهل من المتبع إن أنا أجيب لكل هيئة رئيس من القوات المسلحة ما يكونش يعرف حاجة عن المشروع؟ يعني أنا أجيب واحد كان ماسك في المقاولات والبنى أحطه في القطارات؟ لا يعرف ايه مزلقان، ولا يعرف ايه صرافون، ولا يعرف ايه مراقبة خطوط، ولا يعرف ايه. ليه ما جيبش من كل هيئة اللي يصلح لمتابعة هذا؟ ليه؟ ليه وصلنا لهذا الفشل؟ ليه؟ اجيب واحد بناء امسكه يشرف على القطارات؟ واحد مفروض انه بيفهم في، ولا الله اعلم اذا كان بيفهم في الهندسة ولا لا كمان. ليه ما احطش كل انسان حسب الكادر الوظيفي بتاعه؟ وزير الزراعة يكون راجل خريج زراعة، وزير التعليم يكون من هيئة التربية والتعليم، وزير النقل والمواصلات يكون فاهم في النقل والمواصلات، وزير الإسكان مهندس إسكان وتعمير، وزير الزراعة مهندس زراعي، مش بس عشان حاطط لي كام دبورة ولا كام نسر يبقى يمشك. ليه يا جماعة الفشل ده؟ ليه؟ ما هو زمان لما احد اجهزه المخابرات حبت تفكك الاتحاد السوفيتي، بعتوا عميل كبير مسكوه منصب كبير في الدوله، قال لهم ايه مطلوب مني عشان اوقع الدوله دي؟ اعمل تفجيرات ولا اغتال اشخاص؟ قال لهم لا، لا تفجيرات ولا اغتيال اشخاص، احنا عايزينك تحط الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب، الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب، تجيب دكتور تحطه في السياحه، تجيب مثلا مهندس زراعي تحطه بدل النقل والسكن،
تجيب لواء تحطه في النقل والمواصلات وما يكونش عمره سقط ولا يعرف ايه نظام القطارات. ده الفشل. ده لما تحب تسقط دولة تصرف امكانيات الدولة على اشياء ومرافق الدولة مش محتاجاها. اهمل مرافق الدولة من بنية تحتية، من صرف صحي، من مصارف للأمطار، من مخرات للسيول، من حمامات ودورات مياه في كل حي للعامة، لاستخدام العامة. أسيب كل ده، أسيب إن أنا أبني بدل ما أبني مستشفيات أبني جوامع وكنائس، يبقى عدد الجوامع والكنائس أكتر من المستشفيات. بالعكس، ده مفروض عدد المستشفيات اللي يبقى أكتر أكتر. احنا شفنا ايه يعني؟ احنا شفنا ايه؟ في حاجة اسمها فقه الأولويات. ايه الأولويات؟ بدل الكباري والكلام الفاضي ده أروح أصلح السكة الحديد. تخيل ان المفتخر ده كان ممكن يبقى، المكيف ده ممكن يبقى فيه سياح وحصلت معاهم، طب ده مش سمعة سيئة لمصر؟ انت لما تقول لي اروح ابني في العاصمة الجديدة، عاصمة جديدة مثلا ولا غيره ولا، طيب ما ممكن يكون في سايح راكب في القطر بتاع الغلابة ده رايح يشوف ابو سمبل ولا رايح يشوف اسوان ولا رايح يشوف الاقصر. لما يشوف المهازل دي ايه الشكل العام؟ وما تقول ليش بتحصل في كل العالم. لا، ما انت السكة بتاعتك بايظانة، دورات مياهك بايظة، قطراتك بايظة، لازم تصلح ده. لازم يكون عندك مخزون استراتيجي لحل الأزمات. حل الأزمات فين؟ حل الأزمات فين؟ حل الأزمات. وبعدين في الآخر يقول لك إيه؟ لا أصل في واحد شد فرامل اليد. طب افرض شد فرامل اليد، ما في كل عربية مفروض في فرامل الشد ده. بالعكس، ده مفروض لو أنت هتتعرض لحادثة وتشد فرامل اليد تثبتك مش تخبط في غيرها. لا، احنا ويطلع لك واحد تاني يقول لك لا ده وراها اخوانجي. هو احنا اسباب فشلنا دايما هنعلق كده، احنا بنقاوم الارهاب وبنمد قانون الطوارئ عشان الارهابيين، وكمان الاطرات لا برضو كل حاجه شماعات. لا احنا يعني ابيض، يعني احنا فله، احنا ما عندناش قصور، احنا معترفين بيه. يعني احنا القصور معترفين بيه، بنقول ان السكة الحديدة محتاج 10 مليارات، بس انا لو حطيت 10 مليار في الـ في الـ في البنك احسن. تفكير 50% طبعا. وش 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 انا بدل ما اصرف على عيالي الفلوس واعلمهم احسن تعليم، لا احط الفلوس في البنك وبلاش يتوظفوا والفوائد يعيشوا بها العيال. نفس التفكير، بدل ما اعلم عيالي تعليم كويس واصرف عليهم عشان يطلعوا مثلا مهندسين دكاترة قضاة، لا الفلوس اللي عندي اروح حاططها في البنك وفوائد الفلوس دي يصرفوها العيال بدل ما يشتغلوا. تفكير هدام، تفكير رجعي، مش تفكير تطوري، مش تفكير الامه بترغب في التقدم والتحضر. احنا لازم نسمعكم الكلام ده، الكلام ده لازم تسمعوه وبنراجعها تاني. والله بنحب البلد اكتر منكم، وقلبنا بينزف بدل الدموع دم على كل واحد في مصر بيفقد. كل إنسان ربنا كرمه، ربنا كرمه أن يموت بهذه الميتة الشنيعة نتيجة إهمال وقصور في الإمكانيات في الوقت اللي بتبجح وأعمل مشاريع ضخمة. بس شو إعلامي، شو إعلامي، زي المثل اللي بيقولك من برة هلا هلا ومن جوة يعلم الله. من برة هلا هلا ومن جوة يعلم الله. ونقسم الناس للناس اللي تعيش في الأماكن الكبيرة والناس الغلابة اللي مش لاقية، اللي مش لاقية تاكل، اللي بتركب القطر المميز أو المتميز أو المتنيل على عينه. اتقوا الله، اتقوا الله، لأن ربنا رايد أن يقول لكم أنتوا فشلة، أنتوا فشلة. وده بيفكرني بالمشهد بتاع فيلم الكيف بتاع محمود عبد العزيز الأعمى اللي مش عايز يقتنع انه أعمى وبيركب موتوسيكل ويسوق ومش عايز يقتنع، وابنه شريف منير في الفيلم بيقول له يابا انت أعمى، يابا صدق انك أعمى، والله العظيم انت أعمى. طب نقول لكم ايه؟ والله العظيم انتوا فشلة، تخطيطكم فاشل،
اختاروا الشخص المناسب في المكان المناسب بدل ما تجيبوا ذره في البلد، بدل ما تجيبوا ذره في البلد، واتقوا الله لعل الله يجد لكم مخرجا. في واحد بيقول لي انت دكتور وجيب تستخدم اسلوب مش مسيحي. اه بستخدم اسلوب مش مسيحي لان انا دارس كل الثقافات، دارس الثقافه الاسلاميه ودارس الثقافه المسيحيه، وانا لما بتكلم بيسمعني المسلم وبيسمعني المسيحي، فانا بخاطب الكل. المسيحي بدي له ايات مسيحيه والمسلم بدي له ايات اسلاميه لعل القوم يفقهون، لعل القوم يفقهون، اتقوا الله لان يجد لكم مخرجا، لعله يجد لكم مخرجا. طبعا بالطبع ليجد لكم مخرجا، لان الله قادر على كل شيء ان يجد لكم مخرجا، ولكن فلتتقوا الله اولا في هذا الشعب وفي هذه الامه وفي ميزانيه الدوله. اتقوا الله، اتقوا الله في اموال دافع الضرائب، اتقوا الله في اموال قناه السويس، اتقوا الله في دماء جيوشنا وفي دماء جنودنا، اتقوا الله. ما هو خلي بالكم الضربات احيانا بتيجي من البشر، واحيانا في تيجي ضربات ربنا بيسمح بيها. يعني اذا توقفت ضربات البشر واقتنعت انك انت البشر سكتتهم وخرستهم، بتجيلك ضربات من فوق قاصد بيها ربنا يقول لك فوق انا موجود، لان الكون ده ليه رب، الكون ده ليه رب. واذا سكتت البشر عن انهم يتكلموا، لا ربنا بيبعت لك رساله سماويه. واذا سكتت اللي في مصر زي اعلام مصر كده اللي بيطبل، بيجي لك الاعلام بره يتكلم. لسه انا امبارح اذاعات المانيا ودول اوروبا كلها بتتكلم عن حادث العبار اللي هجيله دلوقتي. وطبعا اكيد النهارده لو فتحنا الاخبار هنسمع حادث القطر. يا ترى ده مش شيء مخزي؟ يا ترى ده مش شيء مخجل؟ يا ترى انا كمنتقد او معارض للاصلاح مبسوط ان ده حصل؟ مبسوط ان حادثه زي دي تحصل يموت فيها 50 ويتصاب فيها 100؟ احنا نبقى مبسوطين يعني؟ نقول ايه؟ لا والله، ده اللي عنده لا ذمه ولا كرامه ولا دين هو اللي يشمت في حاجه زي كده، هو اللي يشمت في دماء البشر، للي عنده لا ثقافه ولا ذمه ولا انسانيه ولا دين، هو اللي يشمت في موت الناس بهذا المنظر الفظيع، وهو اللي ما يتكلمش ويقول اصلحوا نفسكم. لا يصلح الله قوما قبل ان يصلحوا انفسهم. دي الجزئيه بتاعت تصادم قطري سواج. وهنا يعني هتقولي طب ازاي حل؟ اقول لك انك انت لما القطر بيطلع من محطه بيجي وراه قطر تاني، المفروض القطر التاني ما يعديش غير القطر اللي قدامه ما يعدي المحطه وتجي له اشاره. انما ده يدخل ورا ده معناها دي عالم مساطيل. دي عالم مساطيل. فين المراقبه؟ فين الاذن بالمرور؟ فين؟ ازاي ده عدى؟ ازاي ده خبط في ده؟ ازاي ده يخبط في ده قبل ما ده يعدي من السنافور للسنافور اللي بعده؟ دي شيء اشياء بديهيه، ازاي ده بيتم؟ خطوه. انا يمكن اتكلمت معاكم المره اللي فاتت اني اول خط قطر في مصر عملوه الانجليز من زمان قوي. احنا عملنا الخط الموازي عشان يبقى مزدوج. ساعه ما كان خط واحد ما كانش بيحصل الكلام ده. لا انا يعني انا 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 مش متخيل يعني ده احنا هنا في اوروبا مثلا محطات المترو الانفاق كل 3 دقائق بين واحد والتاني بتحصل، ربنا يستر عليهم يعني، كل 3 دقائق. لو في هذا الاهمال هتدخل كل 3 دقائق، مش بين قطر وقطر نص ساعه ويخبطوا في بعض او ساعه ويخبطوا في بعض. ده قمة الفشل وقمة التوهان وقمة التخدير اللي عايشة فيه البلد. وخلي بالكم قيس على هذا ان يبقى عندك دكاترة في مستشفيات ودكاترة محترمين وشطار، بس ما عندهمش الماتيريال اللي اشتغلوا بيه وما عندهمش الأدوية. في الآخر الناس تدخل تضرب الدكتور في المستشفى أو تعتدي عليه، ويكون أساسا نقص إمكانيات ونقص ضمائر عند البعض. لامتى نفوق لامتى نشتغل صح؟ لامتى نشتغل صح؟ اعمل انت اللي عليك الاول، وريني انك انت
عملت اللي عليك وريني انك انت صرفت على البنية التحتية وما قلتش احط الفلوس في البنك واخد فوائدها. انت بتدين نفسك بقى بنفسك، احنا ما نعرفش الكلام ده وما نعرفش انك انت بتحط فلوس وتاخد فوائد، لكن انت من كلامك احنا بنكلمك من كلامك وبنقول لك ما عليك، ده خطأ وهذه النظرية خطأ، والتفكير في إدارة دولة بهذا المنطق خطأ، خطأ والله العظيم خطأ. دي نقطة قطرين سواج. نيجي لموضوع قناة السويس. موضوع قناة السويس مخجل جدا، مش مخجل انه حصل، ممكن يحصل في اي مكان، لكن مخجل طريقة حدوثه. طريقة حدوثه ازاي؟ الناقلة ايفر جرين دي ناقلة كبيرة ضخمة جدا، ضخمة جدا، بطول 400 متر وعرض 60 متر، الافات الاطنان بتشيلها، عملاق جدا. لكن الملحوظ شيء، كان في شتورم، كان في عاصفة، كان في عاصفة قوية موجودة. طيب انا طبعا انا النقطة دي خبير فيها، يعني انا ركبت بواخر كتير وعارف يعني ايه البواخر دي، لما يكون في هواء ممكن تعمل ايه في بخرة في النيل او في غير النيل او في المحيط يعني. طبعا الهواء بيخليك انك انت تبقى مش مستقر. عشان بس نوضح الامور عشان في ناس مش فاهمة، البخرة عشان تعدي قناة السويس ما يقودهاش قائد البخرة، اللي هو مثلا لو البخرة من اليابان يبقى القائد ياباني، لو جاي من هولندا يبقى القائد هولندي، لو جاي من امريكا يبقى القائد امريكي مثلا. لا، عند مدخل قناة السويس بيستلم القيادة والارشاد قائد مصري، قائد مصري هو اللي بيقود البخرة. يبقى هنا انت قلت للقائد بتاع السفينة دي الأجنبي خد انت جنب، انا اللي هدخل السفينة. ليه؟ مراعاة للأمان ومراعاة للظروف. وقبل كمان ما يعدي مفروض في لجنة بتعمل تشيك اب على الباخرة او الناقلة او الحاوية الكبيرة دي او السفينة، تشوف الباخرة دي سليمة ولا لا. لو حصل تشيك على السفينة وقالوا اوكي تعدي السفينة، بس مين اللي يقودها؟ المرشد والقائد المصري. اللي حصل في الحادثة دي كارثة، اللي حصل في الحادثة دي كارثة، لأن الباخرة لفت السفينة الكبيرة دي اللي هي الإيفر جرين لفت 6 مرات حوالين نفسها قبل ما تدخل مجرى القناة من الهواء، 6 مرات هو ومسكها القائد المصري. يعني قبل ما يدخل في المجرى بتاع القناة من بره ساعة ما استلمها لفت منه 6 مرات. لا، مش هنقول انها لفت منه 6 مرات لانه هو ضرب ترامادول او انه شارب، لا، هي لفت نتيجة قوة الرياح فلفت. طب ايه الاجراء اللي بيتم؟ يعني لو سألت قائد باخرة من البواخر اللي بتشتغل كده من اسوان، من الاقصر لاسوان، قلت له اذا انا لقيت ان الباخرة بتلف بيا وما بتثبتش اعمل ايه؟ ارمي الهلب ووقف المركب. يعني ايه؟ يعني ارمي هلب قدام وارمي هلب ورا هتثبت المركب، تمنع انها تروح كده او كده، تقف لغاية ما الامور تتحسن. طبعا يقول لك الساعة الله اعلم اذا كان الكلام ده مظبوط ولا لا، يقول لك الساعة بتدر ربح حوالي 400 مليون دولار للمصريين. انا مش عارف الرقم ده جابوه منين، لكن هما بيقولوا كده، بيقول لك بتدر 8 مليار. يعني لو وقفت المراكب ساعة هتعطل، طب ماشي، طب تقف ساعة وتعطل ولا تقف اسبوع زي ما حاصل دلوقتي؟ يعني انا اثبت المركب لغاية ما تهدى العاصفة والجو يرتاح وادخل، ولا اغامر ويحصل اللي حصل ده والسفينة تخسر ومصر تخسر وسمعتنا تبقى في الارض؟ طبعا البي بعد ما 6 مرات لفت منه، لا داخل على المجرى، شيء طبيعي انها بره لفت 6 مرات انها تلف منك وتجنح وتشحط بين هنا وهنا وتقف. طيب اجراءات حل الازمات، ازاي انا حل ازمة؟ المنظر ده اللي شفناه يا جماعة منظر مخزي جدا.
المنظر ده، اني اجيب جرار زي ده ولا حفار، الحفار ده يحاول يعوم سفينة بالحجم ده، يعني انا اسف، يعني انتوا بتعملوا في نفسكم كده ليه؟ ده منظر ده اتنقل على كل الوسائل العالمية، ان حفار صغير بيحاول يعوم، خلي بالكوا ده جزء القاع من المركب، المركب لسه فوق يا جماعة، فوق، ده تحت القاع بس، وده بيحاول يعمل لها كده. طب ما كنت جبت 4 صعايدة من الصعايدة يقولوا يا عدوي ويزقوا، 4 صعايدة كده يقولوا يا عدوي ويزقوا. ده كلام يا بلد يلي بتصرفي مليارات عشان تبني كباري، وتصرفي مليارات عشان تعملي عاصمة جديدة، ده المشهد اللي بتصدريه؟ وازاي انت يكون عندك شركة بحجم قناة السويس ما يكونش عندك شركة للإنقاذ والإدارة الأزمات؟ ازاي؟ اي مهزلة، شيء مخزي. انا لما حد يجيب لي صورة زي كده في اوروبا يقول لي شوف قرايبك بيعملوا ايه، حبايبك بيعملوا ايه، انا شكلي قصاد الناس دي بقى ايه، انا شكلي قصاد الناس دي بقى ايه، شكل بلدي صاحبة حضارة 7000 سنة يبقى ايه، شكل اجدادي اللي من 5000 سنة كانوا بيلبسوا شباشب وجزم ذهب، اقول في الالفية الثالثة شكلهم ايه، بيعملوا ايه؟ الحدث ده ما حصلش واحنا عندنا تفريعة واحدة، الغريبة انه حصل بعد ما عملنا وسعنا التفريعة. يا للحسرة، يا للندامة، يا للخزي ويا للعار، يا للخزي ويا للعار ويا للكسوف. ومطلوب نقول كله تمام، مطلوب نقول احنا كده، احنا كنا فين وبقينا فين، فين اهنا، اهو ده احنا، اهو ده احنا للأسف. قناة السويس مورد هائل، بس الشعب ما بيحسش بده، الشعب اللي اغلبيته بيركب القطر المميز ابو كام جنيه عشان يوفر اكله، الشعب التعبان، الشعب المقهور اللي ما بين الملكيه لازم يدفع كذا الف، ولما يرخص عربيه لازم يدفع كذا الف، الشعب اللي مش شايفين منه غير جيبه، ولو الشعب على الحديده عايزين الحديده. نقول تاني ان مصر من اغنى دول العالم، بس احنا احسن ناس نقول احنا فقراء قوي قوي قوي، احنا فقراء قوي قوي قوي، وبنبني كباري كبيره قوي قوي، وقصور كبيره قوي قوي، وعاصمه اداريه جديده كبيره قوي قوي. ليه ده كله للشعب الفقير قوي قوي قوي؟ ده احنا اغبياء قوي قوي قوي، احنا اغبياء قوي قوي قوي. حقيقه انا ابتديت بالنقطتين دول عشان انا دايما بقول احنا بنعارض للاصلاح، مش بنعارض للهدم، مش بنعارض لجلب مزيد من الدم، احنا بنتكلم يمكن الضمائر تفوق، بنتكلم يمكن الضمير يصحى، بنتكلم بنحاول نخلي البني آدم إنسان، إنسان إنسان ربنا اداله نعمة في إيديه إزاي يستفيد منها، بنتكلم عشان نقول للإنسان أيامك على الأرض معدودة مهما حاولت، فاعمل فيها شيء كويس قبل ما تقابل وجه كريم، اعمل فيها شيء كويس قبل ما تقابل وجه كريم. زي ما اتكلمت على بتكلم عن السلبيات هتكلم عن الايجابيات، ومن خلال كلامي عن الايجابيات بطالب بمزيد من الايجابيات وانتقد برضو سلبيات اخرى.
نرضى من الايجابيات الكويسه. طبعا انا يمكن كلمتكم قبل كده على الشهيد اندرو جرجس، سواق التوك توك البسيط اللي تم قتله في اسوان. وطلبت قبل كده ونشدت رجال الشرطه الشرفاء ان يتم القبض على القاتل، خصوصا ان هو اتصور بكاميرات وصورته. الحمد لله ان قاتل الشهيد اندرو جرجس تم القبض عليه، ودي نقطة محمودة. فنزل الخبر على جريدة الاسبوع بيقول لك ضبط قاتل سائق التوك توك اندرو باسوان. نجحت الاجهزة الامنية باسوان من ضبط المتهم صلاح ميمحة 28 سنة مقيم بعزبة العسكر، المتهم بقتل الطالب اندرو جرجس 20 سنة صاحب توك توك بمدينة اسوان. السبق أن عثر على جثة المجني عليه في المدينة الصناعية الجديدة بمنطقة الصداقة القديمة شرق مدينة أسوان، بها طعنات متفرقة بالظهر وجرح قطعي بالرأس وراء الأذن من الناحية اليمنى، وطعنات متفرقة في اليد اليسرى في أول شهر يناير الماضي. وكان اللواء أحمد الراوي مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة الشاب ملقاة في المدينة الصناعية الجديدة بمنطقة الصداقة القديمة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط مباحث قسم أول وثاني والأمن العام. تمكن أمس النقيب مصطفى إسماعيل معاون مباحث قسم أول بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول وثاني والأمن العام من القبض على المتهم صلاح ميمحة 28 سنة مقيم عزبة النصر. طبعا احنا بنقدم الشكر لسيادة اللواء أحمد الراوي مدير المباحث الجنائية. الخبر أهو وهنزلهولكم، أنا هنزلهولكم على الصفحة الخبر أهو. بنقدم الشكر لسيادة اللواء أحمد الراوي مدير المباحث الجنائية اللي تلقى الإخطار وتابع. وبنقدم الشكر لسيادة النقيب مصطفى إسماعيل معاون مباحث قسم أول. بنشكرهم على المجهود الكبير اللي هم عملوه للقبض على الجاني. ولكن في نقطة مهمة جدا جدا جدا، القاتل اللي هو صلاح ليه أخو أمين شرطة في أسوان. أمين الشرطة هذا ممكن يبدل أحراز، ممكن يجيب شهود زور، ممكن يخلي الناس يضغط عليها عشان تدلي بأقوال غير سليمة ويأثر على سير القضية. احنا بنخاطب سيادة اللواء أحمد الراوي مدير المباحث وبرضه النقيب مصطفى إسماعيل إن يستبعد أخوه أمين الشرطة اللي أعتقد ان نفس القاتل ده لولا ما اخوه امين شرطه بيتستر عليه ما كانش عمل الجرائم دي. يعني هو عامل حسابه انه هيعمل كل حاجه بس لاخو امين شرطه اللي هو حاتم اللي مش هيتحاكم. اتمنى ان يكون في تغيير، يكون في نهضه جديده، وان ما يكونش ان شخص ليه حد في وظيفه كبيره في الشرطه يستغل هذا المنصب الامني في ارتكاب جرائم، ويبقى رجال الأمن متسترين على مجرمين وقتلة. أتمنى أن هذا القاتل اللي هو صلاح يتولى عقاب شديد من هيئة القضاء، لأنه قتل مع سبق الإصرار والترصد، ترصد مع القتل، ترصد مع القتل، وأنه ينال أقصى عقوبة. وطبعا أقصى عقوبة لجريمة القتل معروفة هي ايه. اتمنى ان الاجراءات تمشي بالطريقة الصحيحة، اتمنى ان تقارير الطب الشرعي تبقى بما يريد الله ما تطبخش، اتمنى ان الاجراءات وتقفيل المحاضر يتم بما يرضي الله حتى يعود لكل ذي حق حقه. دي النقطة الاولى اللي انا بشد على ايدي رجال مباحث اسوان ورجال امن اسوان انهم هما يعملوا شيء كويس يسجل في تاريخ الشرفاء وفي قائمة الشرفاء الذين يعيدون لكل انسان حقه، لكل انسان حقه. دي اول نقطة. النقطة الثانية اللي هي نقطة سيئة جدا الحقيقة شيء محزن اللي سمعته عن شهيد تاني. اسمعوا الخبر وبعدين هعرضه عليكم. ان هو كان في ولد خريج شريعة وقانون من الأزهر، متعصب مش مختل نفسيا،
انا بسبق لكم اهو عشان انا عارف الدوله المعرضه ممكن تعمل ايه. خريج شريعه وقانون وازهر، الراجل ده بيطلع كده يعمل زي كده النهي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو شاف قبطي قاعد على كرسي بره بيته، لا خش بيتك ما تقعدش في الشارع، ما تعملش زي الاسياد. شاف مسيحي بيتكلم في الموبايل في الشارع ينتهره، يقول له خش بيتك. يعني شاف واحد مسيحي قاعد على القهوه، مسيحيين تخصص مسيحيين يعني، يعمل مشكله. فهذا القاتل عمل مشكله مع هذا الشهيد اللي هو عماد نتع صالح. لا، الشهيد اسمه عماد نتع صالح، عمل معاه خناقه وكلام من دوت وحاول يضربه. المهم جابوا ناس من شيوخ العرب اللي هم المجالس العرفيه، عملت صلح بينهم وقالوا خلاص اللي هيتعرض للتاني هيدفع 200,000، هيدفع 200,000، خلاص ما تتعرضوش لبعض تاني، خلاص اوكي. لكن يحصل ان القاتل اللي هو محامي ودارس الشريعه يتجسس ورا عمنا عماد ويروح بالليل قتله. قتلوا. طبعا هنرجع بقى هيحاول لك يقول لك لا نفسيا ومش نفسيا، لا احنا نفسيا. انا ارى اللي المريض النفسي اللي يرتكب جريمه قتل يجب اعدامه. تنظيف، نظف. ده هيساعد ان الشخص اللي عامل مريض نفساني ده هيساعد الاخرين انهم ما يدعوش انهم مرضى نفسيين، هيقلل من نسبه الاختلال النفسي وهيحارب الارهاب، ان دي جريمه ارهابيه. شوف الخبر اتكتب ازاي ونزل على الاقباط المتحدون. الشهيد اهو، شهيد عماد نتعي صالح، ده الشهيد اللي اتقتل، واضح عليه غلبان، واضح عليه ان هو يعني شكله واضح ان هو غلبان. وده القاتل خريج الازهر، ده القاتل خريج الازهر، القاتل خريج الأزهر. القصة جت ازاي؟ بيقول لك شقيق عماد نتعي طالب بمحاكمة عاجلة لقاتل شقيقه. نشد جرجس نتعي صالح شقيق عماد نتعي صالح والذي قتل على يد رجب. القاتل اسمه رجب. القاتل ده اسمه رجب. أنا آسف يعني. أنا ليا أصحاب اسمهم رجب، ناس محترمين. القاتل ده اسمه رجب. خلاص؟ نشد جرجس نتع صالح شقيق عماد نتع صالح والذي قتل على يد رجب محمد حسن بقرية أم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط وزير العدل والنائب العام بسرعة محاكمة قاتل شقيقه الذي قتله مع سبق الإصرار والترصد ودمر عائلة بأسرها ودمر عائلة بأسرها وقضى على زهرة شباب العائلة وأدمى قلوب أسرته التي كانت على بعد أيام بسيطة من خطبته. يعني كان بعد كام يوم خلاص في خطوبة لي. وهو حادث غادر وحشي ولا بد ان يكون الحكم باعدامه، وخاصه انه محامي ودارس للشريعه والقانون بجامعه الازهر. دايما الازهر ده يعني سباق في توريد ارهابيين داخل مصر وفي العالم كله. الازهر سباق، وخاصه انه محامي ودارس للشريعه والقانون بجامعه الازهر، وهو رجل قانون، إلا أنه تحول إلى قاتل غدر بأخي أثناء سيره ليلا. وقال جرجس نتعي أن القضية تعود إلى 28 ديسمبر الماضي عندما افتعل المجرم مشادة مع شقيقه عماد 33 سنة، حيث كان دائم الشجار مع جيرانه بسبب ميوله الإخوانية. كان يتشاجر مع أي شخص يقيم فرح أو جلس أمام منزله أو تحدث في التليفون. وعقب المشاجرة تم الصلح بقسم شرطة منفلوط بحضور خمسة من كبار عائلات القرية، وتم وضع شرط جزائي 200,000 جنيه لمن يعاود التشاجر، إلا أنه كان دائم توعد أخي وأن هذا الموضوع لن يمر. وبالفعل تربص له يوم مساء يوم 22 يناير ليلا في الظلام، وقام بطعنه 5 طعنات في القلب. توفى بعدها أخي بعد 10 دقائق عقب نقله للمستشفى. ونشد جرجس نتعي وزير العدل والنائب العام بسرعة تقديم المجرم لمحاكمة عاجلة لكي تبرد نار الأسرة التي تطالب بتطبيق القانون بحزم وبسرعة على المجرم، حيث أن الأسرة أسرة مسالمة ولجأت إلى القانون لكي تأخذ حقها من القاتل المجرم. على فكرة أسرة هذا الشهيد اللي اتقتل بتتعرض دلوقتي لضغوط، بتتعرض دلوقتي لضغوط من جهات مختلفة
عشان ما يطالبوش بحق الشهيد عماد ندعي. اختشوا وخلوا عندكم دم، اختشوا وخلوا عندكم دم وانضفوا، انضفوا شوية، انضفوا. ده اللي بيخليني اتنقل ان الارهاب منبع واحد دوروا عليه. برضو خلال هذا الاسبوع تم ارتكاب جريمة في امريكا، ارتكبها هذا الشخص السوري اللي دخل امريكا عمره سنتين ودلوقتي عمره 22 سنة، اتربى وتعلم وصرفوا عليه وجاب حتة سلاح قتل 10، 5 رجالة و5 ستات امريكان. واحد تقولوا لي برضو مختل نفسيا، مختل نفسيا تخصص اجانب او تخصص مسيحيين، ده عنده مننص وعنده مترتر وعند ملطفي اللي بتنور وتطفي، لكن احنا ما بناكلش الكلام ده، وعلينا توعية العالم انهم ما ياكلوش من الكلام ده. الخبر اهو وهقراه لكم. دي صورة القاتل احمد العليوي العيسى، 22 سنة سوري هاجر لأمريكا وهو طفل رضيع، أو 21 سنة سوري هاجر لأمريكا وهو طفل رضيع مع عائلته السورية منذ عام 2002. اتربى وكبر وعاش على خير أمريكا بعد ما فتحت أرضها لأسرته وعاشوا فيها بكرامة وعاملتهم أحسن من بلدهم، وببعد 19 عام فتح النار على الأبرياء في متجر بولاية كولورادو وقتل 10 مواطنين أبرياء، ترك وراءهم أطفال أيتام وأرامل. منبع الإرهاب واحد، منبع الإرهاب واحد. وما تجيش كبلد تقول لي حادث قطر عمله إخوانجي أو عمله إرهابي أو حادث كذا عمله إرهابي، وانت منابع الإرهاب ما زالت موجودة عندك وما زلت بتمونها بالمليارات. الدولة تمول منابع الإرهاب بالمليارات، خريجين أزهر طالعين. الكلام الإعلامي اللي بتقوله ما تقوله ليش، أنا إحنا أخوات وإحنا أسرة واحدة وإن المسيحي مش ذمي وإنهم مش كفرة وإن مش مرتدين، الكلام ده ما تقوله ليش. أنا راجل مسالم ما بعملش حاجة، روح قوله للغجر اللي بيرتكبوا جرائم القتل دي، روح علم بيه في جوامعك وفي زواياك وفي جمعياتك الشرعية، روح اطبع كتيبات وزعها على الطلبة من أولى ابتدائي، علمهم إيه الأخلاق وإيه الإنسانية إذا كنت عندك، يعني إذا كان عندك يعني اللي تقدمه، إذا كان عندك اللي تقدمه، إذا كان عندك اللي تقدمه. ده بيخليني برضو أطلع لموضوع أنا وجي رؤوف النهاردة، أنا بعترض وانت شفت لي، انا بديك مثال بس قبل ما ادخل الموضوع المهم، وانت شفت لي فيديوهات كتير انا بقول الخلل فين والاخطاء فين واصلاحها فين. لو انا نفسي جيت بكرة قلت لك ده كده، ده كل حاجة كده، ده مصر كده، ده العدل في مصر، ده القضاء انزه قضاء، ده الناس اشرف ناس، ده الناس بتشتغل بامانة، ده مفيش ارهاب، ده مفيش تعصب، ده التعليم كله أخلاقه بيدعو للتسامح. أنا لو قلت الكلام ده بكرة مش هتقول عليا كذاب؟ هتقول عليا كذاب لأنك أنت عارفني وعارف أسلوبي وعارف طريقة كلامي وعارف طريقة انتقادي. يوم ما آجي أتلوح 360 درجة أو 180 درجة من أقصى اليمين لأقصى الشمال وأقول كلام مخالف، أنت هتكشفني. لما تيجي تقول النهاردة حصل صلح بين تركيا وبين مصر، زي ما حصل صلح بين مصر وبين قطر، زمان كنا نقول على تميم بتاع قطر ما قاله أبو نواس في الخمر. لا دلوقتي ما حدش يتكلم على تميم، مع أني أنا ضد أن حد يتكلم ضد تميم من الأول. من شهر ولا شهرين كنا بنقول على أردوغان ما صنع الحداد، النهاردة نقول على أردوغان أنه فلة شمعة منورة من هنا لهنا. طيب ده التغيير بالنسبة للإعلام المصري، بدل ما يهاجم قطر يدافع عن قطر، وبدل ما كان بيهاجم أردوغان يدافع عن أردوغان. طيب نروح بقى للإعلام
في تركيا وفي قطر، لا يضغط عليهم عشان ما يتكلموش. طيب واحد يطلع لي يقول لي انت بتدافع عن الاخوان، لا انا ما بدافعش عن الاخوان، انا مش بدافع، بس انا بدافع عن تكميم الافواه. انت وعي شعبك انه يستقبل صح ويستقبل الصدق ويبقى فاهم العيب الناس. بمعنى واحد يقول لي طيب هي القنوات الاخوان مش بتكذب؟ لا بتكذب. طب قنوات الاعلام المصري مش بتكذب؟ بتكذب. طب نسبة الكذب هنا كام وهنا كام؟ اقول لك ممكن يكون نسبة الكذب عند القنوات المعارضة 30-40%، بس نسبة الكذب عند الاعلام المصري المحلي 80%. يعني دول لو كذبوا نطاق كذبهم 30-40% في حاجات معينة بيكذبوا، بس مش 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 الماكسيمم كذب، لا ممكن تلاقي 60% من الاخبار صح، عشان كده الناس بتتابعهم. لكن تيجي للاعلام المصري لا ده مش 80، ده ممكن يكون 100% كذب. وده قاله تامر امين، قال لك احنا ممكن نعمل الباطل نظهره حق والحق نظهره باطل، ده بكلام الاعلاميين المصريين. طب انت لما تضغط على الاعلاميين في تركيا ما يتكلموش، ما هما انت ما يتكلموش هيسكتوا فترة، بس ممكن يطلعوا امريكا يطلعوا اي دولة تانية وهيتكلموا، ساعتها هيبقى الاقبال عليهم متضاعف اكتر من الاقبال دلوقتي. طيب لو انت ضغطت عليهم ونجحت بكرة قالوا عليك كويس، الناس هتصدق الناس مش هتصدق، ودول هيفقدوا مصداقيتهم. طيب في موقفين نقارن بينهم، موقف المعارضة في قطر وموقف موقف قطر كدولة ضد المعارضين وموقف تركيا كدولة ضد المعارضة. تركيا سكتت المعارضين وقالت لهم ما تتكلموش، سكتوا الناس. قطر لا، قطر ما زالت الجزيرة على نفس النهج ولم تغيره لحظة. هنا بقى المصداقية، انت طلبت وتصالحت، لكن مصداقية قنوات قطر موجودة، اللي كانوا بيقولوه امبارح بيقولوا النهارده، ما تغيروش. تركيا سكتهم، وما الناس لغايه دلوقتي برضو بتوع تركيا ما قلبوش على الوش التاني. لكن تعالوا نقارن بين موقف الدول، دول الخلافه اللي بتطالب بالخلافه، الدول اللي بتطالب بالخلافه والدول الاجنبيه مع المعارضين. بمعنى ايه؟ تركيا من الدول بتاعت الخلافه، يعني زي ما دولنا احنا برضو دول خلافة، يعني الامارات دول برضو تبع الخلافة. يعني احمد شفيق لما كان موجود سافر وقعد في الامارات، المصالح تتصالح. احمد شفيق الامارات سلمته لمصر، يعني بعد ما ترشح والراجل حس ان هتحصل فيه حاجة، راح الراجل هاجر على الامارات، وراح الامارات وقعد فيها خايف من السلطة لا تعمل فيه حاجة. الإمارات سلمت أحمد شفيق، نزل أحمد شفيق واتحط تحت الإقامة الجبرية في مكان معين، يبقى الإمارات سلمت في الراجل. ده مش أسلوب دولة قوية، مش أسلوب دولة ذات منهج. ده مهما كان لاجئ عندك، ده مهما كان استجار بيك، لكن أنت سلمته. نفس الكلام بتاع أردوغان بتاع الخلافة برضه، اول ما المصالح تتصالح سكت المعارضين قالوا اسكتوا. لكن تعالوا بقى الدولة زي دولة اسبانيا اللي فيها محمد علي، الانتربول طلب تسليم محمد علي، اسبانيا ما سلمتوش حتى لو في مصالح، ما سلمتوش. في معارضين سيئين انا عارفهم، في معارضين تاني في دول تانية سيئة بتتكلم بالفاظ يمكن مش 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 مقبولة، انا نفسي ما بتقبلش الاسلوب الدونية من الشتيمة، ما بحبش ده، يعني ما بحبش ان الواحد يستخدم الفاظ سوقيه في الانتقاد. انت ممكن تنتقد بكل ادب لكن ما تستخدمش اسلوب سوقي. لكن موجودين في امريكا وموجودين في حته تانية بيشتم اسوأ، ما سلمتهمش امريكا. ده يبين لك الدوله اللي على ميثاق علماني مبادئها ايه وبتحمي الناس اللي جواها، والدوله اللي ذات اهواء دينيه اهواءها ايه. انت ساعه ما تحس انك نفسك عايز تبقى امن على نفسك، تبقى في دولة أوروبية أو أجنبية أو أمريكية، ولا في دولة تبع
تبع الخلافة، تبع الخلافة، ده هيبعت بكرة. خلف الله عليكم يا محبين، عارف خلف الله عليكم يا محبين؟ لما كانوا يعملوا كده عادات موالد يقول لك خلف الله عليكم يا محبين، ويشخلل اللي يدفع، خلف الله عليكم يا محبين. فاللي عايز اقوله ايه، انت ممكن تستفاد من المعارضة، المعارضة منفذ، وممكن تخلي المعارضة بشكل ايجابي، تستفيد منها، تتعلم منها، تفيد البلد منها، وتكون عندك قنوات للرد. انتوا قلتوا كذا، قنوات، لا انتوا غلطانين، ادي الرد عندي اهو، انتوا غلطان، ادي الرد عندي اهو، طب اقفل ده واقفل ده واقفل ده. بتجيلك من فوق، بتجيلك من فوق فضايح، اهي فضايح زي فتحة القطر وفضايح قناة السويس. ما ده فشل، ده 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 في ده 100 قناة ما تقدرش تعمل البروجكت ده، او البروجكت ده مشروع الفشل ده. ما فيش 100 قناة لو ادعت وكذبت مش هتعرف تعمل فشل يظهر للعالم كله زي الفشل اللي احنا فيه بسبب موضوع قناة السويس وموضوع قطرين سواد. يبقى انت ممكن تستفاد، تستفاد وجهة النظر ووجهة النظر الاخرى، بمعنى ان حتى بتوع قطر لما بيعملوا حاجة بيجيب واحد من مصر من الحكومة يرد، ده بيقول كذا معارض، انت رد، بيستفادوا، بيستفادوا. انت كان ممكن تستفيد وتعلى، تكون عندك مصداقية، فعلا عندك مصداقية، ولو عندك خطأ واعترفت بيه على فكرة مش عيب. لو انت اعلامك قال انا فعلا عندي خطأ في النقطة دي، وفعلا انا هشتغل على النقطة دي عشان اصلحها، هتبقى عندك مصداقية. وعندما تقول كمان لا ده انا غلطان في النقطة دي فعلا، بس النقطة التانية اللي انت كدبت فيها الصح بتاعها اهو، واحنا عندنا وثائق بتدل على ده، يبقى فيه حوار، ويبقى فيه ناس سامعة، والناس شايفة اللي بيتكلم، وده منفس للناس، في هنا ده بيتكلم وده بيرد. لكن انت مخليلي الاعلام عندك طبال، سواء احمد موسى سواء غيره سواء غيره، واللي بيحاول يتكلم كلمه بتسكته او تقعده في البيت. واحد يقول لك قنوات المعارضه هي الاخوان، هو بس المعارضه الاخوان؟ ليه هو باسم يوسف ما تسكتش؟ باسم يوسف مش كان منبر فكاهي بيعارض اتسكت، هو ده كان اخوان؟ باسم يوسف كان اخوان؟ هو خالد الحسيني زمان لما كان بيتولى خطاب معارضه كان اخوان؟ هو ابراهيم عيسى لما كان بيتكلم ويعارض كان اخوان؟ هو محمود سعد لما كان بيتولى ويتكلم كان اخوان؟ هو توفيق عكاشه عشان بس كل اللي بيتكلم يقول لك المعارضين اخوان، لا مش توفيق عكاشه اخوان؟ انت كل واحد بيتكلم بتفكرني بواحد كان يقعد مع نفسه يقول انا حلو، انا حلو، انا حلو. هو عايز يقنع نفسه انه حلو، انت مش حلو يا حبيبي، انت اعمى يابا، زي ما شريف منير قالها في الكيف، انت اعمى يابا، والله العظيم انت اعمى، انت لو سكتوا كلهم تبقى انت كويس؟ هو الحل انك بدل ما تصلح نفسك وتبقى كويس فعلا، انك انت تجيب ستارة وتغطي نفسك. بيفكرني بواحدك كده، اصحى يا اصحى يا حسن، اصحى يا حسن، في ايه في ايه يا وليه، في ايه يا ولي، في حرامي يا حسن في الشقه، في حرامي، فين الحرامي؟ اهو في البلكونه. يروح حسن ماسك الستاره ويغطي الحرامي، يقول له ايه مفيش حرامي، اهو مفيش حرامي، مفيش حرامي، ويروح ينام. طب ما الحرامي موجود ورا الستاره، انت خبيته بس الحرامي موجود وهيسرقك وممكن يقتلك، ممكن يقتلك يا حسن، يا حسن الحرامي يوديه للبوليس اقبض عليه، مش تحط عليه الستارة، ممكن يموتك ويموت مراتك يا حسن. والله بنستخدم أساليب بسيطة عشان البعيد يفهم، بنستخدم أساليب بسيطة عشان البعيد يفهم، أعصابنا تعبنا يعني. الجزء الزفت ده انا كده عديت منه، عايز ادخل على الجزء الثاني، جزء مهم، موضوع كورونا. تسمحوا لي بس، للاسف يعني في ناس كتيره مصابه بكورونا في مصر وفي اوروبا وفي كل حته، انا ليا قرايب ربنا يعافي عنهم يا رب ويمد ايديه ويشفيهم، مصابين بالكورونا حاليا دلوقتي، وفي اللي توفى ومعارف توفوا من جراء كورونا. لكن انا لقيت ان احنا مفروض يبقى في عندنا ارشاد صحي
والكلام اللي انا هقوله دلوقتي ننتبه له شويه ونفتح عينينا وداننا كويس قوي. انا مش هكلمك النهارده ازاي تعالج كورونا، انا النهارده عايز اكلمك ازاي تمنع عن نفسك وتحمي نفسك من كورونا. بمعنى اللي اخد كورونا ده خلاص، ده اخد كورونا ده مفروض خلاص يتعالج حسب حالته، سواء في المستشفى او يتعالج في البيت او يتعالج في العناية المركزة حسب درجة خطورة حالته. في حالات ممكن تبقى مصابة بالكورونا تتعالج هي وفي البيت، في حالات اصعب شوية لا تخش مستشفى، في حالات اصعب اكتر تخش انتنسيف كير تدخل العناية المركزة. لكن انا النهاردة عايز اكلمك واكلم الناس كلها ازاي تحاولوا انكم تبقوا اقوياء ضد كورونا. وده المهم ليه؟ لان كورونا مش هتنتهي يا جماعة، دي مؤامرة دولية. كورونا مش هتنتهي، دي مؤامرة دولية لتخفيض عدد السكان في العالم. مؤامرة في ناس ارتكبتها، ربنا كبير يقدر عليهم، انهم عايزين ناس كتيرة تموت عشان عدد السكان ينقص. طب احنا ازاي نقاوم هذا الشيطان ونقاوم هذه العدوى؟ لان ممكن الكورونا تيجي بكذا سيريز، وممكن الواحد ياخد كورونا اكتر من مرة، لان كل شوية بيتغير السيريز بتاعها وبيطلع سيريز تانية. وازاي اقي نفسي من الفيروسات اللي بيلعبوا بيها كل شوية؟ فانا عايز اديكم قاعدة تمشوا عليها تفيدكم في الكورونا وفي اي فيروس ممكن مستقبلا يجي وممكن يختلق مستقبلا، وممكن من الفيروسات الخطرة الموجودة حاليا أن تتقي نفسك منه، زي فيروس الإنفلونزا وفيروسات كتيرة تانية، أو إنفلونزا الطيور كمان، في فيروسات كتيرة. طب إيه القاعدة الأساسية اللي أنا هتكلم فيها؟ وهي قاعدة بسيطة بس يا ريت تسمعوني وتنتبهوا لي كويس. أول حاجة طبعا أنتوا عارفين في البانديمي بتاعت كورونا أو البانديميك كورونا كلنا بنلبس الماسكات احنا وطالعين عشان هنقابل ناس مصابة بالفيروس فما ناخدش الفيروس. ده اجراء جميل جدا وكلنا نتبع ان احنا لما نطلع نلبس الماسك، دي حاجة اوكي. طب انا عايزك تبقى اقوى، انك انت حتى لو تعرضت للفيروس تبقى قوي انك انت متاخدوش. وعايز اكلمك انت لو دلوقتي ولسه ما اتبعتش السيستم ده هتعمل ايه، ولو اتبعت السيستم هتعمل ايه. انت دلوقتي وما اتبعتش السيستم اللي هقول لك عليه وبتطلع كتير وتدخل، المفروض تغسل الانف بتاعك بمية وملح دافين، وفي طريقة غسيل الانف بالمية وملح موجودة في النت. ليه؟ لان الفيروس لما بيجي ما بينزلش على طول، والفيروس لو جالك عن طريق البق ودخل المعدة بيموت من عصارات المعدة، لكن اساسه بيدخل جوه الانف ويتكاثر. فانت لما تطلع وتدخل كتير لو غسلت مناخيرك بمية وملح بتموته اول باول، دي اول اجراء. انت لو طالع وشاكك ان المكان اللي رايحه ده فيه كورونا يبقى تعمل الاجراء ده، تغسل انفك بالمية والملح اكتر من مرة في اليوم. طيب ده العادي. طيب ده دلوقتي. طب افر انا عامة عايز ابقى سترونج، وربنا يحمينا كلنا يا جماعة، ما فيش حد سترونج، هو ده من عند ربنا، بس احنا بنقول الاجراء الصحي اللي ممكن يقيق والوفاة والعيش بتاعة ربنا في النهاية. يعني ثبت علميا انك انت لما بتاخد معلقة سكر ابيض، خلوا بالكم من الكلام اللي بقوله، معلقة سكر ابيض وحطيتها في كوباية شاي او في اي مشروب او شربت عصير فيه سكر، مفيش خلال ساعة، من نص ساعة لساعة، مناعة الجسم بتنقص 60%. مناعة الجسم بتنزل من وجود السكر ده، بيخلي اي فيروس في الهواء يدخل، اي فيروس في الهواء بيدخل، ولو الفيروس دخل وتمكن بيتكاثر، وبعد كده بتيجي وراه ميكروبات تموت. في جملة سمعتها يعني واحدة قالتها بس انا استوقفتني، يعني بتقولك ايه، فلانة الفلانية الله يرحمها اتصابت بكورونا وخفت منها بس ماتت بعد كده بالقلب. المعلومة غلط. هي دخل فيروس كورونا الأول وتكاثر، بعد ما تكاثر جت بكتيريا جوه الجسم، انت عالجت الفيروس اوكي خف،
بس في البكتيريا ووجود البكتيريا بيحصل حاجات كتيرة جدا، منها تجلط جوه الدم. تجلط جوه الدم ده جاب لها جلطة في القلب، انت اقتنعت انها خفت لكن ده حصل جلطة جوه القلب وماتت. فالسبب الموت في الكورونا هو التجلطات. عشان كده الاجراءات اللي بيعملها الدكاترة في المستشفيات انه بيدوا كليكسان او هيبارين عشان يعمل سيولة في الدم ويمنع تجلط، لان سبب الوفاة هو التجلط في الرئة، في الأوعية الدموية بتاعت الرئة. يبقى كده نستبعد. نرجع بقى لمرجوعنا للنقطة الأساسية، لما بناخد معلقة سكر أو أي مشروب سكري المناعة بتنقص من 50 ل 60%. المناعة بتنقص من 50 ل 60%، بتخلي الفيروس يدخل جوه الجسم. طب إيه الحل يا دكتور؟ إيه الحل؟ الحل إنك أنت السكر ده الأبيض تنساه. وفي دراسة سمعتها أنا من دكتور بريطاني، والدكتور ده قال لك ثبت دلوقتي ان السكر الابيض ده جفت، انه توكسنز، جفت بالالماني يعني سميات، توكسنز بالانجلش يعني سم. السكر الابيض ده سميات بتدخل الجسم، اساس نمو البكتيريا والفيروس في الجسم السكر الابيض. طب نعمل ايه يا دكتور؟ ابتعد تماما عن السكر الابيض، تماما عن السكر الابيض. في حاجات زي الإريثريت. الإريثريت ده من السكريات اللي هي نول كالوري، نول كالوري او زيرو كالوري، انها ما بتديش، ممكن تحل بيها ببساطه. التورتات والحاجات دي تبعد منها الا اذا عملتها بالسكر من النوع ده. تبعد عن العيش الابيض على قد ما تقدر، العيش الابيض على قد ما تقدر، كل عيش اسمر لو اكلت. في حاجه اسمها فول كورن بالالماني، فول كورن اللي هو القمح الكامل اللي هو الاسمر، العيش الاسمر. السكر تبعد منه تماما، شوكولاتات بالسكر ابعد منها تماما، عيش ابيض دقيق ابيض تبعد عنها تماما. دي بترفع مناعه جسمك وبتخليك سترونج او شتارك، سترونج انجلش شتارك الماني، تخليك الاميونيتيت بتاعتك او الاميونيتي عاليه. يا ريت يا ريت احنا كلنا دلوقتي نتبع هذا الاسلوب خلال وجود الازمات دي. اللي صحته كويسه وربنا مديله الصحه دلوقتي يشكر ربنا ويقول الحمد لله ويبتدي يبعد عن الحاجات دي. السكر الابيض ممنوع يا جماعه، السكر الابيض ممنوع. ولما نكون طالعين اي مكان بلاش ناكل اي حاجات سكريات، حتى لو فواكه بلاش، حتى لو فواكه بلاش. طالعين وداخلين خلي جسمنا كده ايه، قوي ضد الـ ضد الـ ضد الكلام ده. لما ترجع من بره وهتنام في بيتك تمام، خد لك برتقانه، خد لك يوسفيه، ما فيش مشاكل. بالعكس فيتامين سي كويس جدا طبعا، بس انا مش عايزك تاخد سكريات انت وطالع من اي نوع، انت وطالع على الشارع هتتعرض على الشارع. لكن الخط الاساسي يعني دي اقل، يعني الفاكهه حلوه، يعني نوعيه السكريات اللي في الفاكهه تختلف عن السكر الابيض. برضو العسل النحل الخفيف يختلف عن السكر الابيض. انا عايزكم تبتعدوا عن السكر الابيض تماما، ده هيعلي عندكم المناعة. برضو بنقول الشخص اللي يروح مكان ويحس ان في حاجة يرجع يغسل انفه بالمية والملح. الناس اللي عندها نقص فيتامين دال ياخدوا فيتامين دال، لان فيتامين دال والحاجات دي بتقوي برضو الجسم وبتدي له مناعة ضد الامراض دي. الزنك من الحاجات المهمة جدا جدا ان الواحد ياخدها، بس مش بكثرة، لان الاوفر دوز او الجرعات العالية من الزنك ممكن تعمل حاجة في الكلى. فانت تاخد الجرعات متوسطه من الزنك بتساعد وبتقوي مناعه الجسم. الناس الكبار لو ماشيين مثلا على اسبرين بتاع السيوله اللي هو 75 مللي او 100 مللي جرام، ده بيفيد. لو كنت بتستخدمه من فتره طويله قبل المرض بيفيد في مقاومه المرض. لو اتصبت بقى لا قدر الله، لو حد اتصاب يعرض نفسه على الطبيب بقى، لان في اجراءات تانية بتتم، في اجراءات تانية بتتم. انا بدي لكم اللاند مارك العام اللي انت تمشي عليه بحيث انت تبقى قوي ضد المرض. وربنا يقويكم جميعا ويحميكم ويبعد عنكم الأوبئة ويبعد عنكم المخاطر ويبعد عنكم الشيطان، يبعد عنكم الشيطان. طبعا انا عايز اقول حاجة بالنسبة للشخص اللي بيعاني، يعني انا بتكلم على الشخص الطبيعي، الكلام ده بالنسبة للشخص الطبيعي يعمل ايه. طيب في نوبة كورونا اللي احنا عايشين فيها دي، وفي شخص بيعاني من أمراض مزمنة، بيعاني من مرض في القلب
او بيعاني من مرض في الصدر او بيعاني من السكر او بيعاني من الروماتويد او بيعاني من متلازمات معينة مرضية، لا ده اقول له وبالفم المليان الزم بيتك، ما تطلعش يا ابن العم، ما تطلعش، ايام صعبة، ايام صعبة، واللي عنده امراض مزمنة يقعد في بيته افضل، لا يزور حد ولا يروح لحد ولا يجي من عند حد. انت ما تضمنش انت تقابل واحد سليم قدامك بس ناقل المرض، هو مناعته عالية ما يعملش المرض في حاجة بس ينقله لك انت. فالناس اللي عندها امراض مزمنة الزم بيتك يا عم الحاج، الزم بيتك الله يرضى عليك، وما تطلعش وما تدخلش اليومين دول لغاية ما ربنا يعدي الأزمة دي بسلام وربنا يحميكم جميعا. واحد كاتب لي بيقول لي يا ريت يا دكتور تتكلم الصيادلة المسيحيين اللي بيتاجروا في المخدرات تنصحهم، يعني هقول له يعني انا كتبتها له، لاني طبعا ده كاتبه لي تعليق على الـ على الـ على الفيس، اني اكلم الصيادلة المسيحيين اقول لهم ابتدى. انا هقولها لك كلمه بس عشان نكون صراحه مع بعض، يعني انا المدام بتاعتي صيدلانيه اساسا، المسيحيين ما بيتاجروش في المخدرات ولا في الاقراص المخدره، واكتر ناس في النقطه دي بيخافوا. ليه؟ اصل المسيحي ما عندوش حاتم اللي مش هيتحاتم في الاسم يحميه، والمسيحي ما عندوش ظهر في مجلس الشعب يسنده، والمسيحي الناس مش هتقف معاه لو وقع، وكل مسيحي يعلم هذا تماما. ده المسيحي يا راجل بيبقى ماشي بما يرضي الله في مصر وبيتبلوا عليه، اي مسيحي سواء طبيب زي انا اتكلمت عن ده في الحلقه اللي فاتت او اي حق بيتبلوا عليه. المسيحي دايما يتبلوا عليه، ما هو مسيحي، ما لا عنده طار هياخد بطاره ولا حد هياخد له بالطار، لكن المسلمين مع بعض قد بعض حبيبي، بيقدروا على بعض، ده طار يقعد الطار 20 سنه بينهم فبيخافوا من بعض. المسلم عنده حاتم في الاسم يحميه، وعنده المحامي اللي يحميه، وعنده سيادة المستشار اللي بيهرب معاه مخدرات. احنا عارفين مستشارين كتير بيهربوا مخدرات، وعارفين كمان اعضاء مجلس الشعب بيهربوا مخدرات واثار فيحموه. لكن المسيحي لما هو ماشي في السليم مش سالك، المسيحي هو ماشي في السليم مش سالك، هيسلك لما يمشي في الحرام. فوحياتك يبقى الكلام ده لا اخونا اللي بتقوله لي يقولوا لحبايبك الصيادله، عشان احنا ما عندناش حد من الصيادله بيتاجر في المخدرات ولا في الاقراص المخدره. يا حبيبي انا عندي المدام ما كانتش بتاخد الطلبيه اساسا، كانت بترفض تاخدها، تقول لك هتجيب لي وش اخد الطلبيه ليه، كانت تسيبها لهم ما تاخدهاش. النقطه دي كده اتمنى ان اكون استوفيتها. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها هو نقطه مهمه، وخصوصا حبايبي المسيحيين، انا مش عايزكم تفهموا معاني الايات غلط، ولما تيجي تناقش حاجه او تاخد فكره تتكلم فيها يا ريت تكون واخد فكره من انجيلك كامله، واخد فكره كامله من الانجيل. يعني طلع لي احد الاصدقاء اللي انا بعزهم جدا، مش هقول اسمه طبعا، وبيقول ان في الاصل ان الاسقف لازم يكون بعلن لزوجة واحدة، يعني متجوز زوجة واحدة، وعلى هذا الاساس مفروض ان الاسقف يكون متجوز ليه، يكون من الرهبان. يعني انا ما عنديش اعتراض ان الاسقف يبقى متجوز ولا 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 من الرهبان، لكن ان احنا نوظف الآية اللي هو قالها بالطريقة دي لا، في خطأ. ليه؟ هقول لك ليه. لما نقرأ لبولس الرسول في رسائله، نقرأ كل رسائله عشان نفهم بولس الرسول بيتكلم ازاي، يعني أو أي من الرسل، يعني تقرأ له كل حاجة قالها، تقرأ له كل حاجة قالها. يعني في تيموثاوس الأولى بيقول كده الآية اللي انت قلتها، فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء
صالحا للتعليم غير مدمن للخمر ولا ضراب ولا طامح ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ يعني بيقول لك إنه الشخص مفروض يكون زوج، لأن زمان كان ممكن يبقى أسقف متجوز اتنين، فهو يقول لك لا، مفروض يكون يعني زوج لوحدة بس، ما يكونش متجوز اتنين يعني، ومفروض يكون في بيته مدبر كويس عشان يعرف يرعى الكنيسة ويدبرها كويس. والحاجات المهمة ان هو يقول لك بلا لوم، ما فيهوش عيوب، مش جبان، باع لامرأة واحدة صاحيا عاقلا، مش بيهرتل، محتشم، مضيف للغرباء، مش يضرد الناس ويقول طلعهم برا، صالح للتعليم، بيعلم تعليم كويس مش بيهرتق، غير مدمن الخمر ولا ضراب، يعني ملوش في المضاربات ولا في الرهانات ولا الكلام ده، ولا طامح بالربح القبيح، حليم، صبور، غير مخاصم، مش كل يوم يفتعل خصومة مع الآخرين، وما بيحبش المال، مش محب للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. له أولاد، أولاد في الخضوع بكل وقار يعني أولاد، أولاد، أولاد في الخدمة، ما يقصدش أولاد يعني جسديين في النقطة دي. وقال لك ما كانش يعرف يدبر بيته، هيعرف يدبر بيته ازاي؟ ده بالنسبه للمتزوج. ويجب ايضا ان تكون له شهاده حسنه من الذين لهم هم من خارج، لئلا يسقط في تغيير وفخ ابليس، يعني سمعته تكون كويسه من قبل كده ومعروف عنه ان هو صالح عشان ما يقعش في تغيير ابليس. ده الجزء الاول. انت قريت الجزء الاول انه ممكن يكون زوج لبعل واحده، تمام. لما نكمل بقى، مش في تيموساوس، نكمل من كورنثوس، شوفوا الحسن بقى ايه بيقول له ايه. واما من جهة الامور، نفس الامور دي اللي هم سألوا فيها، اما من جهة الامور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ان لا يمس امرأة، حسن للرجل ان لا يمس امرأة، لاني اريد ان يكون جميع الناس كما انا، لكن كل واحد له موهبة خاصة من الله. بولس الرسول كان بتول، ما كانش متجوز، فكان بيقول الخير للإنسان إنه ما يلمسش واحدة ست، والكلام ده برضو بالنسبة للأسقف، خير له أن لا يمس امرأة، إنه ما يكونش متجوز، وإنه يكون بتول كما كان بولس الرسول. يبقى احنا ما ناخدش المنطق، بدل ما يكون واحد متجوز اتنين أسقف، لا، الأفضل إنه يكون متجوز واحدة، يعني متجوز أسقف متجوز. الأحسن بقى من كورنثوس انه ان لا يمس امرأة، يكون بتول متفرغ لإدارة الكنيسة. انا بس عشان انا بوضحها ليه، عشان ما تحطهاش قاعدة، كل قاعدة ليها. ممكن اسقف يبقى متجوز، ومال من الكاهن، ما هو راعي الكنيسة، ما هو الكاهن راعي كنيسة ومتجوز، الكاهن، الاسقف ما بيتجوزش وراعي كنيسة، وممكن يبقى في كاهن راعي كنيسته ومدبر تماما وفاهم، وحتى لما يعرف ينصح في أمور تانية كرجل متزوج هينصح كويس، مش يطلع لي واحد راهب وعايز يخش في المواضيع، يقول الراجل ما ينامش مع مراته غير لما ياخد إذن. ياخد إذنك إيه يا عبيط أنت؟ ياخد إذنك إيه؟ ياخد إذنك بتاع إيه وأنت تفهم في الموضوع ده إيه؟ دي النقطة اللي هي حبيت أوضحها بس لأخويا وصاحبي، ان دي مش قاعدة، دي مش قاعدة. لا، هو ممكن يبقى متجوز، لا، الاحسن انه ما يبقاش متجوز. وكده جبتها لكم من ايات تيموساوس الاول 7:2-3 ومن كورنثوس الاول. برضو النقطة التانية المهمة برضو دينيا وعايز اتكلم فيها، ان يطلع لي واحد برضو صديق من الليبراليين، هو مسلم يعني، فبيقول ايه الفرق ما بين جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح، والآية بتقول ما جئت ألقي سلاما بل سيفا. الحقيقة في عدم فهم تام، والبينة على من ادعى، البينة على من ادعى ايه؟ اللي بيطلب شيء بينفذه، يعني اللي قال جئتكم بالسيف استخدم السيف، وكان قد طالب، وكان قد طالب، استخدم السيف وكله بالسيف، وحتى بعد كده الخلفاء اشتغلوا بالسيف،
وخلصوا على بعض برضه بالسيف. طيب المسيح استخدم السيف؟ نيفر. طيب تلامذة المسيح استخدموا السيف؟ نيفر. يبقى هو كان بيقولها ازاي وانتوا قريتوها غلط، حتى من الانجيل قريتوها غلط. هو قال ايه؟ افهموها عشان في النطق في فرق. لا تظنوا اني جئت لألقى سلاما على الارض، ما جئت لألقى سلاما بل سيفا، لألقى وليست لألقي. ألقي يعني أدي أو أرمي سيف. قال لك لألقى، ألقى يعني أقابل، يعني أنا جئت أقابل أواجه سيف. ياه بصوا عليها في الإنجيل هتلاقوا فيه شدة فتحة فوق اليه، مكتوبة ايه بس فوق اليه فتحة زي اللقى. اللقى ممكن تكتب اللقى باليه بس فوق اليه فتحة. يبقى ما جئت لألقى سلاما على الأرض بل سيفا. لا تظنوا أني جئت لألقى سلاما على الأرض، ما جئت لألقى سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. هفسرها لكم بالراحة، عارف في ناس هفسرها لكم. فأني جئت لفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وعداء الإنسان أهل بيته. جئت لألقى نارا على الأرض، فماذا أريد لو أضرمت؟ جئت لألقى نارا على الأرض، فماذا أريد لو أضرمت؟ لو ولعت هيحصل إيه؟ المعنى إيه؟ إن بمجيء المسيح والإيمان هو نفسه قبل السيف، لأنه تعذب. السيف هو العذاب، ده سيمبول، سيمبول اكزامبل، يعني السيف معناها المعاناة. فالمسيح قال لك انا هقابل معاناة وقابلها، والطعن بحرب، ما هو سيف طعن بحرب. اغلبية المسيحيين اتقتلوا بالسيف على يد الرومان وغير الرومان. وقال لك ايه؟ ان اللي هيؤمن بالمسيحية هيعاني، لانه هيتفرق الانسان ضد ابي امه. لما واحد بيبقى مسيحي زي الاخ رشيد بتاع المغرب، اتنبذ من امه ومن ابوه ومن اخوه اخته وبالراجل لوحده، لان هم رافضين ان هو يبقى مسيحي. يبقى فاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه والابنه ضد امها. البنت اللي بقت مسيحيه، اللي حرقها واللي ولع فيها واللي رماها واللي طردها واللي هي سافرت وهربت، والكنه ضد حماتها، هيحصل فرقه. لان اللي هيبقى مسيحي هيبقى مضطهد من اللي حواليه. قال لك جيت أقابل نار على الأرض، فحيحصل إيه لو النار دي ولعت؟ ده اللي قاله السيد المسيح. مفيش حاجة قالها المسيح ما تمتش. قال حيأتي أنبياء بعدي، جم أنبياء بعده. قال سيضطهدونكم وسيطردونكم من المنابر، وسيظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. بتحصل النهاردة، كل اللي بيقتل المسيح فاكر نفسه حيقابل ربنا، فاكر نفسه بيخدم ربنا. طب ربنا خلقه ليه؟ طب ربنا مش عايز مسيحيين، ده ما يقدرش يقول للشيء كن فيكون. ما فيش حد من المسيحيين هيخلف بعد النهاردة، ربنا يقول يحصل عقم ما يولدوش تاني. طب ربنا سامح ليه للمسيحي ان يتولد ويعيش عشان انت تيجي تقتله ويبقى خدمة لربنا؟ انتم من يعتقد في هذا يعبد الشيطان، لان الشيطان كان قتالا منذ البات. الشيطان كان قتالا منذ البات، واللي بيرمي السيف في الأرض هو الشيطان. أما أولاد الله فهم أولاد الله، أولاد السلام، اللي بيحبوا السلام وبيدعوا للسلام وبيدعوا للغفران وبيدعوا للمحبة، دول أولاد الله. دي النقطة الثانية المهمة اللي حبيت أطرحها. ما عندناش حد، بالعكس احنا عندنا مسيحيين كانوا فرسان أقوياء، زي ماري جرجس، زي ماري مينا، زي أبو سيفين وغيرهم كتير. بعد ما آمنوا بالمسيح استشهدوا على اسم المسيح، رفضوا نكران المسيح وفضلوا انهم يموتوا عن انهم ينكروا المسيح، زي ال 22 شهيد او ال 21 شهيد اللي اتقتلوا في المنيا. رفضوا انكار المسيح واتقتلوا بالسيف. ده اللي قاله المسيح في انجيله وفي كتابه، جئت لألقى سيفا، هقابل سيف، سيف الشيطان اللي هيأثر فيا، اللي مش عايز الايمان. وقال لك سيقتلونكم ويطردونكم وسيظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمه لله.
حاصل دلوقتي ولا لا؟ اللي بيقتلوا في المسيحيين وفاكرين نفسهم بيقدموا خدمة لربنا، بيقدموا خدمة لربنا وبتشرع القوانين ليهم لا يؤخذ مؤمن بدمه كافر عشان يساعدوا على مزيد من القتل للمسيحيين. لكن الله فوق شايف، الله فوق شايف وبيعاين، شايف وبيعاين. النقطة اللي هي خلف خلاف، يعني يقول لك الإرهاب وحارب الإخوان، ومع ان شيخ الازهر قبل كده في فيديو عندكم قال لك فكر الاخوان هو فكر الازهر، فكر الاخوان هو فكر الازهر. في نفس الوقت اللي فكر الاخوان هو فكر الازهر اللي المفروض بتحارب الدوله، لا ده الدوله بتمول حوالي 16 مليار للازهر. لا وغير كده بقى، الدوله اللي عامله نفسها مدنيه بتعرض القوانين اللي بتتشرع على الازهر، شوف الازهر هيوافق عليها ولا لا. القوانين اللي بتشرعها اي مجلس شعب او غيره بيشرع قوانين قبل ما يتوافق عليها لازم الازهر يوافق عليها، دي تبقى دوله مدنيه، دي تبقى دوله مدنيه. هل الازهر هيوافق على حريه العباده وحريه بناء الكنائس والدعوه للمسيحيه مثلا؟ ما الدعوه للمسيحيه محرمه في مصر، اي واحد يتمسك انه بيدعو للمسيحيه يقول لك لكم دينكم ولا دين. انت اديتني فرصة اتكلم عن ديني اساسا؟ انت بتديني فرصة؟ ده انت بتدي نفسك الفرصة انك انت شغال 24 ساعة تكفر في المسيحيين وغير المسيحيين، وبره بتدي نفسك كل الوسائل انك انت تدعوهم للايمان بتاعك. طب ما تدعنيش انا ليه يا راجل اتكلم؟ ليه ما تطلعنيش اتكلم عن المسيح على قنواتك؟ لا ده انت بتعرض قوانينك على الازهر اللي فكره فكر الاخوان اللي انت بتعتبرهم ارهابيين. اشوف كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل، منين يودي على فين؟ منين يودي على فين؟ منين يودي على فين؟ تاخد كام وتنزلني فين؟ فاكرين الراجل اللي ركب التاكسي وكان تعبان خالص كده ومتدروخ والعمليه تعباه خالص وسكران وبيقول للسواق تاخد كام وتوديني فين؟ قال له هات اللي في جيبك وانزل هنا، هات اللي في جيبك وانزل هنا. اشوف كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. دي الدوله المدنيه، دي الدوله المدنيه اللي بتعرض قوانينها على الازهر، ويا ترى بتعرض على مين؟ على عبد الله رشدي ولا على الشيخ شومان؟ على مين؟ على مين في دول؟ ولا يمكن من تحت لتحت على الحويني ولا محمد يعقوب؟ على مين؟ على المجانس عشان فكره متجدد؟ ال ال الاستخفاف والسخافه، ما هو اللي طلع على الكذب والتزوير والتحريف دايما يلقي اللي جواه على غيره. طالع البوست ده يمكن مال الفيس، بيقول لك حفيدة البابا تودروس تعلن اسلامها، حفيدة البابا تودروس حفيدته تعلن اسلامها. حتى في صديق ليا اسمه باسم عادل كاتب، وعياله كلهم مش بس حفيدته، يعني عيال البابا تودروس وحفيدته تركوا المسيحية واعتنقوا الاسلام. فهي العنوان مكتوب كده على اليوتيوب، واحدة طالعة كده متسترة بالنقاب بتاعهم ده، ممكن يكون راجل ممكن تكون ست، بيقول لك حفيدة البابا تودروس تترك المسيحية وتعتنق الإسلام. طب ذاكروا، يعني لما تحبوا تكذبوا ذاكروا عشان الكذبة تبقى مبلوعة. لكن اللي في دمه الكذب، اللي في دمه الكذب يفضل طول عمره يكذب، واللي في دمه التزوير يفضل طول عمره يزور. اللي ما تعرفوش بقى والدنيا ملخبطة معاكم، إن الأسقف والبابا ما بيتجوزش، ما بيتجوزش، لا الاسقف ولا البابا بيتجوز، بيبقى من غير واحده ست. فازاي حفيدته يعني كمان خلف ومراته اتجوزت، كمان خلف وعياله اتجوزوا وخلفوا وحفيدته اسلمت؟ يا ناقصين، يا ناقصين. الكذب في دمكم، الكذب في دمكم، مش هتبطلوا كذب طول عمركم. هتقابلوا ربنا بالكذب ده ازاي؟ هتعتبروها تقيه؟ وان ربنا هيخليها كدبه بيضه كده زي الصلح بين الاحبه، وزي الكدبه في الحرب، وزي الكدبه على الصديق والصديقه والكلام. الله لا يقبل كذب، مفيش كذاب هيقابل ربنا ويخش الجنه او يخش الملكوت.
يعني احنا عندنا ملكوت، مفيش حاجه اسمها جنه. اوعى تفتكر ان الكذب هيوصلك لشيء. الكذب نهايته وحشه، والكذابين نهايتهم جحيم. اوعى تفتكر في حاجه اسمها كذب مبرر عند الله. الله صادق، الله صادق ويحب الصدق. اما الكذب فلا يتبعه ولا يسير عليه الا ابناء الشيطان. ابناء الشيطان افيقوا لعلكم تتقون. المعلومه اللي انا قلتها في الـ في الـ في الفيديو اللي فات، ويمكن انا ما ذكرتش لما قلت لكم ان جامع احمد بن طولون بناه مهندس مسيحي، وبعد كده الخليفه قال له اسلم، رفض انه يسلم، وهو بناه بناء بدون اعمده، عشان كانوا بياخدوا الاعمده بتاعت الكنائس ويهدوا الكنائس ويبنوا مساجد، وكان بيستخدم المسيحيين المهندسين المسيحيين في هذا البناء. اللي عايز اقول لكم عليه ان مسجد احمد بن طولون بناه المهندس القبطي سعيد كاتب الفرغاني، سعيد كاتب الفرغاني، وتم قتله بعد الانتهاء منه، حيث كان تحفه معماريه فريده وقد بني على اكتاف محموله تجنبا لهدم الكنائس واستخدام اعمدتها ورخامها. بعد ما بنى له اعظم مسجد اللي هو مسجد احمد بن طولون، اتعدم الراجل عشان ما رضيش يبقى مسلم. المعلومة الثانية برضو اللي هقولها لكم، ان حتى قلعة صلاح الدين، حتى قلعة صلاح الدين بناها مهندس مسيحي، مهندسين مسيحيين وبنائين مسيحيين. وفي العصر الحديث يعني ماجد كدواني ابوه مهندس، هو اللي حط تصميم وبناء المسجد الكبير في الكويت. ابو ماجد الكدواني، ماجد كدواني مسيحي وابوه بالطبع مسيحي، هو اللي حط تصميم المسجد الكبير في الكويت، ما حصلش حاجة. فأصل الحضارة، ومن ساعد على بناء الحضارة، ومن ساعد على استتباب هذا الطراز الفريد من المعمار هم المسيحيين. وبرضو بكرر ان محمد علي استفاد منهم في الأستانة، استفاد منهم، بس للأسف ده كله بيتقتل دلوقتي تدريجيا، والكذب بقى والتحريف، ويقول لك الأرابيسك فن مش عارف ايه، لا كل دي فنون مسيحية وديزاين مسيحي. أنا طبعا أخذت وقت كتير، أتمنى أن أقدر أقرأ الأسئلة بتاعت حضراتكم وأجاوبكم عليها. الأستاذ ييدا شامويل بيقول لي، صحيح يا دكتور إحنا بأستراليا مفيش فايدة عليها، هم ياخدوا مننا فلوس إيجار الأكاونت، فلوس إيجار الأكاونت، فلوس ايجار الاكونت. الحقيقه انا ما فهمتش ال 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 المعنى ده، يعني ايه بياخدوا ايجار اكونت؟ اكونت ايه؟ اكونت الفيس ولا البيت ولا الشقه؟ معلش يا استاذ يد شامويل، يا ريت تشرح لي دي بس عشان انا يهمني افهمها يعني. وبرده تاني يد شامويل بيقول لي، غير صالحه للاستعدام البشري. سوري، يعني بيستخدموها دي، بيقول لك غير صلاح للاستعدام البشري على القطارات، على القطارات. برضه هو التاني بيقول لي، الحيوان المفروض عنده حقوق ايضا. هنا انت لو عندك حيوان وما وفرتلوش الرعايه الصحيه وبيت وسكن دافي، تاخد عليه غرامه وتتحاكم في البوليس، في البوليس. يعني انا عن نفسي، ويقول لك ولو عندك كلب لازم تمشيه مرتين في اليوم، وكله بيت وكله رخصه واكل معين، واكل يجي بتشتريه من مش اي اكل. ده مش كده، ده انت لو جبت حيوان ودبحته في بيتك واكتشفوا عندك ريش، تبقى تاخد غرامه لانك انت جبت الحيوان ده منين ويعرفوا منين. انما لا، في اماكن لذبح الحاجه، وفي اماكن لو الحيوانات اللي بتطير زي البط دي اتلفيت واحده وسرقتها، زي ما عمل فيلم هولندا رايح جاي، ولا امستردام، ولا هريدي فين. لا تتحاسب، في حقوق. الكلب، القطة، الحاجات دي ليها حقوق، وليها بيت، وليها أكل، وليها شرب، فاليوم حقوق. احنا في بلادنا البني آدم مالوش حقوق. أستاذ يدا بيقول لي برضو، مأساة، مأساة بالطبع. تاني بيقول لي، عشان كده مش هتكون يوم من الأيام رئيس لأي دولة، لأنك بتبكي على الغلابة وتحس وتتقهر على الناس يا دكتور. على فكرة أنا عمري ما تمنيت منصب في حياتي، لا تمنيت منصب وزير ولا تمنيت منصب رئيس دولة،
ولا تمنيت اي منصب شرفي على فكرة، يعني ما بحبش الحاجات دي، في نادي ولا في غيره ابقى رئيس شرفي، عمري ما تمنيت ده، ولا ساعد له ولا في اي مكان. انا بيزقوني زق يعني عشان امسك حاجة، يعني انا ما مسكت رئيس قسم زقوني زق عشان امسك رئيس قسم، مش بمزاجي يعني. شكرا ليك يا استاذ يعني. استاذ جاد شامل بيقول لي وزير الصحة خريج كلية آداب. يعني لا، انا اعرف ان وزيرة الصحة اخذت شهادتها في اوكرانيا، يعني ما قدرتش تاخد طب هنا وراحت اوكرانيا اخذت شهادتها، يعني ما كانتش على قدر من الذكاء ومجموع كبير انها تدرس طب في مصر، فدرسته باوكرانيا بمجموع اقل. لكن لا، الصحة ما افتكرش، الصحة دايما بيكون خريج دكتور، يعني هما دي ملمومة شوية يعني. بس طبعا دكتور يكون يعني حبيبي، يعني من اهل الثقة وليس من اهل الكفاءة. استاذ شامل بيقول لك كنا في العراق ونسمي هشكل وزراء وزير الكيك والبيبسي. ما احنا هنا برضه في مصر بنقول اللي بيشربوا الشاي بالياسمين، يعني زي دخل لي اخونا واحد مسيحي مش عايز اذكر اسمه عشان بس ما احرجوش يعني، فبيقول لي انا لما انا ذكرت ان الاطباء المسيحيين بتتعمل عليهم حاجات وبيرفع عليهم قضايا بيبتزوهم، فهو دخل بيقول لي انا وكيل نقابه، هو مسيحي، بيقول لي انا وكيل نقابه والكلام ده بيحصل مع المسلم والمسيحي، ما تأفورش الامور، انت بتأفور. انا رديت عليه قلت له طالما انت مسيحي وبقيت وكيل نقابه اكيد شربت الشاي بالياسمين، اكيد شربت الشاي بالياسمين، موجود في تعليقاته على اليوتيوب عندي، بس انا مش عايز اقول اسمه عشان ما احرجوش. تمسك منصب في البلد دي تبقى شربت الشاي بالياسمين يا عين ستهم، زي اللي بيدخلوا كده من الاقباط المهجر من صاله كبار الزوار، بيكونوا باعوا ضميرهم وباعوا اخلاقياتهم وباعوا مبادئهم قصاد انهم يدخلوا من، يا فرحتي بصاله كبار الزوار، ده انا اعدي من سلم الخدامين بس بكرامه، مش صاله كبار الزوار وانا بايع ضميري. الاستاذ مايكل عجيب بيقول لي مساء الفل دكتور وجيه، حسنا كتير. الله يخليك يا استاذ مايكل، تعيش، ربنا يحفظك. الاستاذ سحر ناجي بتقول لي ربنا يقوي حضرتك ويبارك في حضرتك يا رب، ربنا يرحمنا، امين يا رب، ويرحم اهل مصر جميعا ويمنع عنهم كل شر. استاذ سحر بعت لي ورود، شكرا ليكي. الاستاذ ايميل ميخائيل من استراليا بيقول لي اهلا وسهلا بيك يا دكتور وجيه، الصوت الصارخ في البريه، صوت لكل من لا له صوت، صوت المظلومين والغلابة وأهالي البنات المخطوفة من أيادي الشياطين البلطجية. موضوع البنات المخطوفة ده عايز أفرد له حلقة تاني، لأن العملية زادت يا أستاذ إيميل وغطت وبقت وصمة في جبين النظام المصري، ومش هنسيب الموضوع ده، زي ما مش هنسيب برضو موضوع الرهبان الأبرياء اللي لبسوهم قضية، مش هنسيب الكلام ده. شكرا أستاذ إيميل للتذكير. هنتكلم في ايه ولا في ايه؟ الاستاذه انا ماريا بتقول لي اهلا بيك دكتور وجيه، منور، تعيش يا استاذه انا، الله يخليكي. ايزيس جرجس بتقول لي اهلا بحضرتك دكتور وجيه، اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا منورانا. الاستاذه استر حنا بتقول لي اهلا بحضرتك يا دكتور منور، ارجوك ما تتاخرش علينا لانك بتعطينا رجاء، لسه في ناس محترمه تقول الحق في زمن ضاع فيه كل شيء وخوف الله، امين، تعيشي. الله يخليك يا استاذه استر. الوقت صدقيني، هي موضوع الوقت، لاني ان انا اقوم بحلقه ده محتاج وقت ومحتاج ترتيب، لا ربنا يدبر الوقت المناسب دايما وربنا يمنع عنا. والله انا اتمنى ان البلد تنضف وتتحسن وما اطلعش اعمل اي حلقات، اتمنى ده، وانا من داخلي اتمنى ان انا اتوقف عن هذه الحلقات. استاذ ايميل ميخائيل بيقول لي القاتل السوري بامريكا ايضا كان عنده مشاكل كثيره بالمدرسه وضرب الطلاب، القاتل إرهابي بلطجي ومن صورته واضح جدا إنه إرهابي، شربوه الإرهاب منذ صغره، متعلم في أمريكا لكن سأو سم الكراهية، سم التفرقة، سأو تعاليم الكراهية، معروفة التعاليم إيه. شكرا أستاذ إيميل. الدكتورة مادلين اسكندر بتقول الصوت كويس، أشكرك دكتورة مادلين. دكتورة مادلين بتقول لي منور الفيس يا دكتور، الله يخليك، أنت اللي منورانا دايما بمتابعتك دكتورة مادلين، الله يخليكي. بن أموسي بشارة بيقول لي منور يا دكتور، الله يخليك، الله يخليك. أنا عارف طبعا إن النهاردة دخلت لكم فجأة
بدون ما اقول وبدون ما نبدأ على الحلقة، معلش كان لازم اقوم بالحلقة دي، وانا يعني معلش يعني خلصتها في وقت متأخر قوي معاكم وسهرتكم جامد، معلش سامحوني. في نهاية هذا اللقاء اتمنى لمصر السلامة، اتمنى للمصريين السلامة، اتمنى لهم الصحة، اتمنى لهم الوقاية، اتمنى لهم الحماية، اتمنى لهم الامن، اتمنى حماية من رب المجد لمصر والمصريين جميعا من كل الاطياف، مسلمين ومسيحيين وبهائيين وملحدين ولا دينيين وربوبيين ولا ادريين، كل الناس ان يمن الله عليهم بالسلامة والامن والامان والعناية والرعاية والحفظ. اتمنى لكم محبة في الله خالق الكون، أتمنى لكم السلامة. من قناة الصوت الصارخ أرسل لكم تحياتي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، لكم تحياتي، دمتم في رعاية الله، مع السلامة. دكتور وجيه رؤوف، مع السلامة.